بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أيها الأحبة، إن شاء الله وركوا بين ورد نهدي ربي إلى حكومة إلى القرآن كوحكولي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وآية ضغطة بيسا في سورة العنكبوت إليه سورة وحقوب بلابيا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إلهي سورة وحكم بلابيا سبحانه وتعالى دادكم وحي أم ليني إن لقيتك دونه ولو قدين دونه إن إله هدان آمنا لا إله إلا الله إن يفكك إله هدان وقرا وأن لا اتحام اتحام هو حصابا لغيا إيمانك سئنت وقلبك كل يبيا إيمانك أيضا وما يسنى ربك سبحانه وتعالى وزنك أوليه آخرية الدنيا سينوك لدورنا شهواتك نفتين هي أوامرة الرب سبحانه وتعالى سينوك لدورنا. إذن إلهي وحليه سبحانه وتعالى هدا آمنا تلا هدا والد نتحامي أدوم بقدي سالة بقوي تحامي إذن كدت يدي كوه الرئير وان تحامي با إلهي لي وامتحان كاسي وحل الربعين لقوك لوغادو لقوك لعدي قوى الصادقين في إيمانهم هو إيمان كودا كرر الشيغي يخوى إيمان كودا أنكر الشيغي سورة هذه النكوب لونون لهنا سؤاشا سايمان إيسا لابد من امتحان إلهي الشيغي سويدين تواحيطا امتحان كاسدين لوغا قدبا فهي علماء دو إلهدان جواف وحوف لنا آخر الآية من هذه الصورة آية داود بيسا سورة دطن أي جواب وحي أطهي امتحان كإلهي بلن قادين وإتحام يضطك سيلو بهدبه وإلهي وحليه سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قوة الددالة جهد قول يتبرتوض قبحية فينا والذين جاهدوا جهاتك اللي شيئية وحيدة هذا آياتنا تلمام إساء ما هي جهاتك دقالكها وهي آيات ومكي وإن كان جهات قبل واجب وحلق هذا يا بيلي إننا نفي الشيطان لدينرتي نفي الشيطان إن تشتك حجسد وأن رب طريقي سه أن نفتك عدالي سد سادة رادت بوحلق تلمام يا بيلي أرنك أي جهاد نفسك وأه إن الشيطان وددي سخلافته واحد هذا العلماء الأصل أعماش بين الأقبال إن خلاص كتير مويان إلى هدرتي لو سمي مويان لكن واحد هذا هل كان مركب لبص المامي وحي شيء سبيل قضية الإخلاص ينسد أي وأدك تاي إخلاص هو إن عمل كأذ وضو دذال كأذ وضو ابتغاء وجه الله إننا دوغا دغلاني هذا عملية إخلاص وعملية أباهن أنت أشقاد وطوردن إن كل صعب عماش قارب الغي يا بابي لين أنت بلوضه أذى هو مخلصة لكن أكم ضماته أذى غير مخلصة صور ترى حتى هبل الشيطان ما نمر بكديني مركا عمل بعد إلهي درتي وقبل إسا ضبك أمان تكاب بدينا إياه دمت أنا إلهي درتي بوي كارل مشا المقشي يو استوس يو وحكرة أيه إيمانية العجب باسو قال يا ان وحا عماش القبر سيري كلو وينادان وادليا وح بدن قفك بني ادم كالوميا سو قال يا سدا وقيت با الله سبحانه وتعالى وقت الماميا والذين جاهدوا فينا قوة انغا قايدا كدداله با الله لي ارى الجهاد حلوه تلا غبي لي طريق النولات لابد من مطاعم دلبه كمده ذات كبرت بوحي مودية هذا الحق الرعضه
meel iska fudud oo markiiba xagga kale looga baxaya inuu yahay maya. Nolosha adduunba gebigeed badaala. Ya ayuha linsaanu inaka kaadix ilaa rabbika kadxan famulaaqiih walaqad khalaqna linsaana fii kabad. Dahartan aynu ku noolay maaha daar ilaahay ugu talagalay in lagu raaxaysto, waa daar loogu talagalay wax kasta oo aad hesho waa nooc min alimtixaan. Haddaad hanti hesho waa imtixaan, haddaad caafimaad hesho waa imtixaan, haddii faqri kugu dhaco waa imtixaan, haddii caafimaad xumo kugu dhacdo waa imtixaan. Noloshu weji kastoo ay leedahay waa imtixaan. Nolosha dhammaanteedba adduunka looma iman in lagu raaxaysto, umana dhisna qaab raaxeed ee wuxuu u dhisan yahay qaab lagu itixaamayo. Adiga waxaa isku mida marka bejka imtixaanka lagu dhiibay. Mar waxaa laga yaabaa bej imtixaanka waraaqda lagu dhiibay ammaan darro inayt, mar waxaa laga yaabaa waraaqda lagu dhiibay faqri inayt, mar waxaa laga yaabaa waraaqda lagu dhiibay xoolo inayt. Waa xoolo laftooda imtixaan. Waxaa la eegaya sidaad yeesho. Nabi Suleyman baa loo dhiibay, dabeetana wuxuu tilmaamay xoolaha daawashadoodii wixoodii inay ka mashquuliyeen salaadii casar. Kadib uu fardihii laysa quraf ka waramayo uu ilaahay ka dalbaday imtixaankan ka sii weyn oo kale in la geliyo. Oo mulkan laa yabaqi aan cid aniga gadaashay u cuntanta aanay jirin ilaahay mar kii dambaa layidhi wuu ku guulaystay, sida aayadda qur-aanka ilaahay tilmaamayo. Waxaan uga dan leenay markaa noloshu waa imtixaan, laakiin maxaa lagaa rabaa? Dadaal baa lagaa rabaa. Dadaal baa lagaa rabaa inaad ilaahay daacadiisa ku dadaasho, oo haddaad waxaysato inaad khayrka kula dadaashid, inaad xalaasha ku dadaashid, inaad cibaadada ku dadaashid, haddii dhibir ku haysato inaad sabirka ku dadaashid, ilaahay ku xidhnaashihi inaad ku dadaashid. Haddaba kuwa annaga jidkayga dadaalka ku maraba ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala, lanahdiyannahum subulana, annana waa hanuuninaynaabaa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. Oo waxaanu ku hanuuninaynaa jidkayga, wadooyinkayagaanu ku hanuuninaynaa. Khayrku hadduu qofku laazimo oo isagu dhanka khayrka u kaco, ilaahayna wuxuu u ballan qaaday subxaanahu watacaala inuu hanuunin doono oo jidka khayrka uu ku hanuunin doono. Bini aadamku dhowr buu u qaybsamaa, waxay ku salaysan tahay dad xaquu gartaa dabeetana wuu raacaa, dadna xaqaba ma garto aslanba baadinimu ku sugan yahay, dadna xaqa isagoo gartay ayuu ka weecdaa oo aanu raacin. Haddaba intaba qur-aankaa ilaahay subxaana wa tacaala kaga warramaya, awalan haddaad xaqa raacdo oo aad ilaahay subxaana wa tacaala baryadiisana ku dartid, ilaahay wuxuu kuu ballan qaadaya inuu ku hanuuninayo. waana su-aasha ugu weyn ee waktiga aynu rabbigeen hortaagannahay, ee maalin walba iyo ragcad walbana ilaahay aan weydiisano. salaad kasta markaad gashay ilaahay maxaad weydiisataa? ihdina siraata almustaqiim. salaad walba ilaahay waxaad weydiisataa ihdina siraata almustaqiim, ilaahayow jidka toosan. assiraat waxaa la yidhaahdaa jidka xagaafka ah, jidka ballaaran, waa jid ballaaran oo haddana mustaqiima. mustaqiimka waxay yidhaahdaan straight line, jidka toosane laba barood waa jidka ugu dhowe isku xidha. waxaa laga yaabaa magaalo inaad qabato laakiin jid fog aad kasoo wareegtaad oo daalay aad timaado, marna jidka ugu dhow ee dhuunta abaad maraysaa. idan jidka mustaqiimka ahi waa jidka dhow, waa straight line-ka, waa shortest way between two points, waa laba dhibcood waddada ugu gaaban ee loo maro weeyaan. saa daraaddeed waa qofka muslimka ilaahay wuxuu weydiisanayaa, ilaahayow jidka ballaadhan ee toosan magu hanuuni. jid siraata, qur-aanka siraatu isagoo mufradun busaararaa, halka sabiil iyo subul iyo iyagoo jamacay saarato, baytani xagaaf buu sheegayaa bayna jid weyne ballaadhan. ilaahu jidka toosan magu hanuuni. jidka toosan sida dadka maray ee qur-aanku ka warramayo ee tajribada bashariga waa saddexdan kooxood. waa dadka ilaahay hanuuniyey, waa ambiyada iyo saalixiinta iyo inta raacsiisan,
يضط حق أن أسلم بخيلين يضط حق أن تيكرتين يغو قرر يدنا مالي هداية إهدنا مكان جلده قرآن كما أفر معناه ما صدح معناه ويران بيكوت ما ضابعي علماء دولي هداية مدي ودلالة بلطف بيدانه وأيضا وحلو غطسيه ووحي أدوني شيء مطلوب بها سيدة بعسي ولبا الغطسيه مرنا وحي له هذا وإعانة وقرقال لبدا معنى أي لغوية بكل هذا وحالي لها مر إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامي والدلالة عامة إلهي تتقدم وهنوني مخلوقات قدم وهنوني إنا هديناه السبيل لبدا تشد وارد وهنوني يعني لبدا تشد وايدين عضين نوية مرنا وقرقال حق ربك هذا يمادا وأه إن تشد لقوه قرقال مرسديس سادرات الإلهي يقول يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل وارتضوا حق بحق الربي دين كيم إنك هنونا لفيه سوى هنونا ننك اللومانا لومتان بكرك سوى هذا يعني إله سبحانه وتعالى تشك ويدين عدي هي أسباب تلقو مريبا ليدين عدي هذا يكو صارن وحيد هذا الاهتداء والهدى باك الاجراء اهتداء واحد بن آدم كقيم هذا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه الله نهدى باقيم هذا بيلا هذا بيلا هي وحيد لي قوة دادالة يا أسباب الله يماذا يسوي الدادال كبهية إلهي نوحوب الله قاضي إنه هنونين يوم وجدك حقاقه هنونين ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إلهي وحوق كردين يا بالي لقوة هنوني هي وأسباب تليم إلهينا هنون بو كردين يا وجدك مرستي سال الله فضيدين يا هدبا أيها الأحبة آدنه وصوشا وظهر ريسا يا أنبياء يوكوكو هيغا قوة صورة موحي يبو كدة دالنا الأسباب المستطاعة وحي أي أود يينو نبا يبو لي مانا مركا يبو لي مانا إلهي وحبه قرقارا قر إنو جدك أقصوه وطريق حق أقصيو وأكالميو هداية كالمضاء إحق ربك تبادا توفيق يعانا إلا وافتيو لو قرقارا يو تبادا آدنه نسيدو لن يهي إمين الراشد يهي راشد كوقف في سنة دالي حق فهمي كعمل فلي إلهنا سبحانه وتعالى وهو قرقاري إيه إمين يهي غاوي غاوي كوقف حق قرن إياه لكن سوى قرن إياه وقاموا لنا مالك وقرن إياه صلاة ويني واجب لكن تكلم وقرن يا شيخ انه حاران يا لكن رميا وقرن يا شيخ حق يسوق قرن يا ابو اغار بن عمريا الهي وحونات الماما يا الشيطان كل ميا وقوا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين بالي انا قدام هاي غبا ربي لي جدك كسغناضي وح سلطانيه اولكم ملك الشيطان او هم بعض حلين كرتا كو غاويتا كو يو حق قرنيا هذانا نين عمريا سوقت بإلهي إلهي قرآك وحقوت المامية نين إلهي آيات في سي سي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا حضرتك كو قرأ أخر ذا بأ إلهي كي آنسيني آيات كينا حق قرطة وحبوك فهما دلائش الرب سبحانه وتعالى لهم رعابو قرطة نبي محمد النبي هي عليه الصلاة والسلام حق بو قرطة قرآن من إلهي كتاب في سيهي بقرطة جنيا ناري إلي شرطبو قرطة وقف حق هرطي إلهي آيات في سيهي سيه. تبتر إلهي وحر فانسلخ منها إكسيبتي
سلاح واحد تلمامه يعني نيف مركا حركة لقى بحنا يوكله كأنما فطرة الإنسان بحق وافقسن خوفكم مركو حق وقالوا لنا عدر درو يدو نفتي شو أي حق وافقسن تيجوا سيبريا أيو سكر ريبيا إلهي بقولي أو كسي بتي حقي كاس فاتبعه الشيطان فكان من الغوي شيطان ما راعي بإلهي الشيطان ما توقل فصرين تبر ما وحيد هذا وذات كله ما موقفك حق يسوى قرن يلو ما يستقى الشيطان كمعلم المغضى بين هذا والشيطان قال افتيسة أيام نكا كان دبا قلبا يقول تلمام أيام أما سيدا كلنا والله فصيرا على كل إلهي وقف تلمام يقفك حق قرتي إيه دافي إنو يسوي هاي محي وانا تصالي عشان وفو شحن له كو إلهي قرآك ومشيه هاي لم يدين بي إلهي يسيد أي أي هداد إريدنا وحراريون عرق الله الله ديا هذا سكفر ديا ميل هنا عرق الله الله ديا الله ذكر كوه على تلمام يا دلنا بيننا وحبا خريد ويسوى قرن يتدين عمريا سيد رادد هدي دليل كي ما تنا باطل قوة ضيا هداد دليله يبنى باطل قوة ضيا ويسوى مرك هرود دورتي فريق باطل خير مبارك ضلال قصير وقف سبوتي وحسين حقي وما الإعلام حقي ما أصلا بهلين مثلا فرعون مركو النبي موسى قلها وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين والنبي موسى وجوه فعلتها إذا وأنا من الضالين أنا وحما قررت أنا صوابك قررني ما ساسة بيموت المامية قبل مجيء النبوة يعني أما إلهي النبي محمد حولي ووجدك ضالا ووجدك غاويا غمورا ووجدك ضالا فهدى أدقوا أن حقي النبي نمدك سوى قارن من ربك هلي دبا تنوك هنوني أما مركي ربي هنوني كذب إلهي حولي ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ما ضل ولا غوى لا بد أن يتنكى مرنعين بعض النمانكم الصعوده حقه وقرنا ينا مرنع مرن وحقها الضياء وحق بإلهي لي حلالي وحشيري حق ويا وأنا وحي الله سبحانه وتعالى نبي يسوه من الشكل هذا ما هذا أدوه أسباب تلئي من ويده أسباب تهداد لئي من ويده إلهي وحلي كيف يهدي الله قومه كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين بإلهيهم سيدابا ربي أخانون دولا لك قالوا بي إيمان دبدي يوقرنا يا حق يا رسولك يا وحبا قرنا وبينات كويري جد قالوا مري إلهي ما هنون يبا ليلين تظلم قصبيرسا معنى ذلك هنون أما هداية من خلق قرن بألسي هو حوياً وهداية تقديرك كم دا بين هذا تقديرك كم بيت ومعنى دوام حي مثال هان إلمه مرقور للشر عندنا ما برتصد الناس كونه إلهي باك فطرة وقعب وريوياً وإلمها سمكور للشيبة الناس كسر يسكر نوريه حيوان سيدا يقول طاقان عندنا ما برطه سيدا يقول دالان عندنا ما برطه إذا وحا وحا قصاب سنوردان وحا لينا دوا هداية تقديرك قصاب سن سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إلهي بهنوني سبحانه وتعالى تامر كاتب كونبا ودانا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى حيوان كاستقاب كيسو الدفاع مثلا إلهي ما براي حيوان ندقار وانا يريانا أرض بيسو الدفاع قار أرض بيسو الدفاع مركا طابة طير وقرمون بلابك وماشاس وحمايه قار باسي ويسو الدفاع قار ويسو الضبان وقلف أدقوا إلهي بيسو الدفاع قار باسي بيسو الدفاع إذن إلهي ما سبحانه وتعالى مخلوقات كاس وانا براي وهداية عامة كاس هداية اللبات وهداية الدلالة وإن لغت السيوح والرسوشة هي النبي إلهي بقصود لين حقي بعضك بك خلق السيادة إنك الشيخ هاي
xudayya daqeenu hanuuniyo marka la leeyahy yacni inuu xaq iyo baatilka u kala sheego, taasina waa rususha loo soo dhiibay. Wama thamuuda fahadaynaahum fastaxabu lcama cala lhuda faakhadathum saaciqatu lcadaabi lhuuni bima kaanuu yaksibuun. Ilaahay wuxuu yidhi wama thamuud, reer thamuud, fahadaynaahum waa hanuuninay, waa hanuuninay. Waa maxay yacni? Waa u caddaynay dariiqa xaqa iyo dariiqa baatilkaaba loo kala caddayn. Dabeetana fastaxabu lcama, inda la-aantay doorteen ba ilaahay xaq iyo baatilkaa loo kala caddeeyey. Dabeetana inda la-aantay doorteen oo cala lhuda ay xanuunka ka doorteen, markaasaa la cadaabay baa la leeyay subxaana wa tacaala. Idan وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. مرتبة صدحات با جرته واه إن إلهي مركز أدوه هنوكا بلو در ربنا كعنتا فقبته وكوه قرقار ارتبطت نوح إلهي لي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. والله يدعو إلى دار السلام إلهي تدعوه يرية جنة وهداية أولى خاصة والله أعطينا إياها. هداية ثانية ما شفتها واضحة ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. عدوا الضونة أمرك أسباب تلت ما دنا إلى هي قعدوا قبها وأعطنت إن ربي ويدي سنين أمرك إلى هي الدلالة وتكرم هذا الكهر تاجرها رب وقعدنا نغبونا قرقان وياه فإن طلبنا نواقع مكة وإلهي سبحانه وتعالى وحي مكرمنا إنه ينوى قرقار هداية عضين تاع هي هداية قرقار تاع من النبي محمد إلهي وحكوه عليه الصلاة والسلام وادا وودا من ما أود الملك فكو وادا عضين تاع هو وودا فقلبي قفك قصام سنة إلهي نوى قرقار أنا ما أود. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما أودت ما لين قلبي يسجل سوف كات عش يديك هاي سودك تمك أدير أو أدير كيم بدن وسكت دين وهمونية نبو عليه الصلاة والسلام. لكن آيات كلا إلهي وحكولي وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وإنك لا تهدي مركا مرنا ولا جاء في واحد لين ما أودت مرنا والله أكلا هاي كلام فالله أقراضه وتعضين تاه هذا واحد أود أن تدخل إلى تلك وعديسي هو وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم تلون دي دينا وتقل بك قصاب سيسا وقلوبت أنت ألومي كتشرتا إذا ربي حين قلبك قد دي ما شرته سادر أدد بي لهي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا. هدبا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل بربه. هذا كد داشو إن أظهرون السوء إلهي ما هنوني عده يعني عندهم وتدمرين حق يد الراعي مرتبة أفراد هداية أبا يقول له شجرة آخر يدك صابصر وأهل الجنة أنا جنة الله تصاهل النار أنا أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أما مؤمنين وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا أيها الأحبة هدينا هداية هي نوعية يا رشاد إنك وحى الله ينفر مجاهدة إن الله نمان إن الددال الله نمان إلهي نوحى إن أبا الله قاعدة هدين الددال كالله نمان فقع عن قبشة إن نسينا والذين جاهدوا فينا هو أنك ضرط يوم الددالة إلهي بوحى أبا الله قاعدة أبا المر وردك لنهدينهم لم ينون بالسوطر والله أتكينا يوم oo ilaahay ilay waa hanuuninaynaa kuwa oo waxaan ku hanuuninaynaa in aladiina aamanu wacamilu saalixaati yahdihim rabbuhum biimaanihim tajri min taxtihim alanhaar. Haddaba ayuha alaxiba qof
مسلم حلك صارني وحوي أن يسوي الله ما ددد حلك صارني وحوي أن يسكد يحق أن مروا البقاء حلك صارني وحوي أن نفتس ربي حلك صارني وحوي أن طريق أهل النار يعدق وقوع هذا طال سوى كل ذلك إلهي وأب الله قاضي سبحانه وتعالى إنه حنوني أسباب الله ينوشى مكة هذين كدة الله هنون كاين هلين أسباب هذين الصبين كوي الله ويصدح يعفر هنون كاربي نسيني أسباب تاو حكم إذا كوي إن التوحيد كنا كيسنا وشرك كيسك إلعلم ويا إله كله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله إذا إلهي وحلو ذات ساعد كله آدمه سيان وغين بمرض بغى الشرك قوضا وما يؤمن أكثره بالله إلا وهو مشركون بإلهي لقد إن بضنا وقمد على مر مشنا يو أهضنا مشركين مويا شرك قم حلقة قم أحصدا بالعلم نعم لا إله إلا الله محمد رسول الله بي. لكن لا إله إلا الله سيدا ويسد وقرتا بينا وقرتا dad weysay sidoo kale gamaad weysay qabaysaa soo wax weysay jabiya ma jiraa qofka muslimka markaa wuxuu ilaashada in weysadii saaray ka buray la ilaha illa allah wahdahu ka buray ya jiraa hadaa dadtimaad sidoo kale dad qofka muslimka way ku dadaala inuu iimaankiisa xafido oo ilaasho waa aqna shay aad haysato waa waxa ugu dunida ugu weyn ee naxmeeyay allah xalo إلهي نوفر يا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هو إيمانك لقح لك أن إيمانك لكم دهين بالك ولم يلبسوا أن لباسوا قدقين أن كم مريض أن كم دهين ما حيث دهين بظلم من أي بشرك إن الشرك لظلم عظيم أن قال لهم كم دهين إيمانك لك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بإلهي هو سنبت قلية إلي أمان وأسق ناضي وأنا قوة حنون ريبا إلهي لك إذن هذا ربنا إنه حنون كو إيمان كينا وين إنه إلى عشان كلا بس وين نوحي إلهي نفرق ونقر لن يمعدنا نحيو من قخرة بين وين نقدر مرت أنا وحنون ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما بينهم حتى السمايان ضد ولي لهواني ساس باو خير بدل او اصب ناشية بدل ومركاس با الهي لأجر وين نواصينيا ولهديناهم بينهم ولهديناهم صراطا مستقيما شرق منا وقهنوننا يا رب الله سبحانه وتعالى إذن أعماش صالحة أدينه بطسنه ودادال كذا لن يمادنه إلهي وحينه بلق عضينا المحي مره هذا ينهلي مثلا صلاة هذا بطسطه أوه هكا جسم محل إلي واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مره هذا ينهلي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين مريح يدي نهرين أمرك مخين وبقصة ناك أستوى وربي وقت المام يا ابن آدم ومن هذي اللي بيكون عدنا أرجع بضن هذو نعمها لنا قعنا هذي بضن قوة تكلم ويا رب إلهي قوة عبادة دو الصلاة دي في عطاها حنوك ويكبت بعدها إنه مرك فغر وما خساره قد عنه وأرجع بطه مركو حوالها لنا وحجيا وشلي كبه حيني وحكبت بادا حانا كاسبار ربي لي هو سلادة كبه وحمونك رئي فحشاك كبت بادا بالا لي هو عبادة الصلاة والصلاة إلهي وحلاء أولئك الذين هدى الله فبهداه المقتد أنبياء دي مركي لك الصور ربي جد كد دا شيء أي إلهي وحلاء أولئك الذين هدى الله فبهداه المقتد هلو كودا قضايا إذن أيها الحبة يا بها من كيلو كردية وحكم إذا إنه طوبة ضبط صلى الله يا إلهي نقشدس
قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب إليه ويهدي إليه من أناب عند ربي أصول نغطى توبك أنت إله سبحانه وتعالى وهمني الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد إذا صدح لا شيء توحيد يا عماش الصالحة هي طوبة وصدح للشيء هو وين هنوك إلى قفر بسيط والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صدح للشيء بلا تنبار إلهي وكل أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأعماش سبيل وقوي ألا هنونيبا رب سبحانه وتعالى تلمامي هنوك وحلوها لو حكمنا إن الكتاب القرآن يا ربي قلقب صنوه ومن يعتصم بالله عدي الله ما قنقشا إلهي حريك سكدكته فقد هدي إلى الصراط المستقيم بينه جد قمان أيالوها مني عدي إلهي كتاب كيسا قبصته فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به هو إلهي الرمائية إلهي حنكي سقب صلاة فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه الصراط المستقيم بل القرآن قد إلهي وحين وقلت المام هدين الرعن هم بين سيقول لي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى تكس تطوط وسبالي هديما وح حتى تلاقي السحابة شرا تقرأك كسي صحصن كسي قمنام بضن كسي فضل كسي هجاسد إن هذا القرآن كتابك ألي حقوقها نورين يبالي للتي هي أقوى